أحسن الله إليكم. السؤال 11: شيخنا حفظكم الله، ما هي الأمور التي ينبغي أن يراعيها المرء عندما يترجم الكتب؟ وما حكم من يترجم كتبا لبعض الدعاة الذين عرفوا بالثناء على المبتدعة؟ وما قولكم في محمد العريفي ومحمد حسن يعقوب وعمر الأشقر؟ وهل يقال بجواز ترجمة بعض كتب هؤلاء المذكورين إذا كانت مفيدة وسالمة من الأخطاء المنهجية؟ بارك الله فيكم وأحسن إليكم وأطال عمركم على طاعة الله. أقول: الكتب التي لأناس حزبيين أو ابتلوا بموافقة الحزبية في أمور كثيرة، هذه الكتب لا ينبغي أن تترجموا لأهلها، لأنكم إذا ترجمتم لأهلها ساهمتم في التعريف بهم وفي التنويه بهم وأنهم أهل حق، وهذا لا يجوز، بل يجب عليكم ألا تترجموا لمثل هؤلاء. نعم.